حبايبي، زيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نعمل شويه محشي بطريقتي هتعجبكم، ولو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه. اقول لكم على المكونات اهي: شويه كزبره وشويه بقدونس على بعضهم، ودي شبت، وبصل مقطع، بصلتين مقطعهم فرمهم على ايدي صغيرين خالص اهم، وتوم، وعصير طماطم 3 كوبايات عصير طماطم اهو، وصلصه انا عاملاها في البيت اهي قدامكم، ما فيهاش ميه خالص اهي، حلوه خالص اهي. ودي كمون وكزبره وشويه شطه ومعلقه نعناع ناشف وخلطه محشي وفلفل اسود وملح، وادي السمنه وشويه الزيت، هحط على النار اهوت واوريه لكم اهو. حط شويه زيت، معلقه سمنه اهو، اول ما تسخن على طول انزل عليها بالثوم على طول. اول الثوم الريحه ما تطلع انزل عليه بعصير الطماطم، هعمل البصله نيه مش هصفرها، وجربوا اللي ني في ني ده والله يعجبكم خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بالثوم اهو يا حبايبي، اول ريحه الثوم ما تطلع هنزل عليه بعصير الطماطم على طول. لازم الطماطم بتاعته تبقى كتير، محشي بحب الطماطم في الشتا بقى، ايه الجو البارد بتاعنا ده، عايزين كل يوم محشي بصراحة. انا عملت معاكم الفيديو بتاع الكرومب، ازاي نسلق الكرومب مع بعض وكده. ثم بدأت الريحة بتاعته تطلع اهي، انزل عليه بعصير الطماطم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هسيبها لما الطماطم تستوي خالص شوية كده، وهوريكم الخلطة بتاعت المحشي بتاعتنا الحلوة الجميلة دي يا حبايبي. يا حبايبي الطماطم استوت اهي، اهي حلوه خالص اهي، مش هتلاقي فيها ولا نقطه ميه. وانا غسلت الرز اهوت وحطيته في المصفى اهو، اهو حلو الرز اهو، وانزل عليه هنزل اهو بالبهارات بتاعتنا، الكزبرة والكمون وشوية الشطة اهو، معلقة النعناع ناشف، معلقة بهارات بتاعتنا والفلفل والملح اهو. هنزل بالصلصة يا حبايبي اهي، اهي البصلتين، شوية ثوم طازة، أنا نزلت بالثوم في الأول، وأخلي الخضرة للآخر عشان ما تتحطش، والطماطم سخنة تدبلها تخليها تسمر في قلب المحشي. أما الرز يبرد شوية كده أنزل عليها بالخضرة. أحب قلبت الرز أهو، هنزل بالشبت أهو، المحشي بيحب الخضرة بتاعته كتير، الكزبرة والبقدونس اهو. والخلطة بتاعت المحشي حمرا وحلوة ازاي، مفيش ولا نقطة مية فيه اهو، خالص تحت خالص اهو.
اه يا حبيبي، قلبت المحشي اهوت، الرز اهوت مع الخلطه بتاعته ما شاء الله عليها، وناشف خالص، هو ما فيهوش اي حاجه، مش هتلاقي في القعر بتاع حاجه ميه خالص. وجهزت حله اهي، حطيت فيها بواقي البصل والفلفل والخضره، وقطعت معاها طماطميه وحته فلفلايه، وهوريكم المحشي اهو. هبدا بالاخضر اهو، بالورق الاخضر اهو اهو يا حبيبي اهو، ولا هيبان منها حبات رز، بس اضغطي عليها بس كده اهي اهي اهو يا حبيبي. الرز اهو اهو، بس يدوب هتلفيها بس كده واضغطي عليها بالراحة كده اهو اهي، ولا حبات رز تطلع منها. بألف هنا وشفا ما شاء الله عليه، حبة محشي والخلطة بتاعته الحلوة الجميلة دي هتعجبكم خالص اهو يا حبايبي. صبع جميل اهو، ولا يطلع منه حبة رز. هخلص، هحاول اخلص الحلة على طول اهوت واوريها لكم يا حبايبي اهي اهو، قدامكم الصبع اهو، ولا اي حاجة تطلع منه. المحشي حشيته قدامكم اهو، مفيش ولا حبية رز طالعة، وان شاء الله يعجبكم وحاولوا تجربوه اهو. واحطه على النار، ازود الشوربة واوريه لكم اهو. حط طبقة كده، ازود بس عليه الشوربة اهي، اي شوربة عندك موجودة، شوربة زفر، شوربة لحمة، بس ما تزوديش، ما تخليش يطلع اكتر من الصبع الاخران، الشوربة ما تطلعش اكتر من الصبع الاخران. اهو وهزي الحلة بس اهي، بس اهو، وهولع عليه واوريه لكم برضو، وعلى النار اهو اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي المحشي بعد ما استوى اهو، بسم الله ما شاء الله عليه، اهو مستوي خالص، والرز بتاعه مفرفر خالص اهو. هفضيه في الطبق واوريه لكم اهو. اهو يا حبايبي بعد ما فضيته في الطبق اهوت، حلو وجميل اهو، وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك للقناة. مطبخ حبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.